السرايا يسعد اوقاتكم. اليوم انا بدي اعمل دجاج بالرز. شوف والله من طريقتي لحالي هون قلقلت الدجاج وانزلق. عندي هون دجاجة كبيرة مقطعة وعندي هون دجاجة وسط صبايا. هي هاي الدجاجة هون بقلبها بدي تاخذ مستوى بدي اظل ما احمصها على الاخير. او طنجرة بدي احطها شوي زيت احط فيها بصل. شايفين بسم الله دي اذا باللون تبديل اخليه يتكرمش. هيا البصل اللي بلش يتكرمل عنا بدي ادير عليه ملات كاسة جزر يعني تقريبا واحطه معه. شايفين هون جاي على جهة بالكتب. هاي هون خلاصة الدجاج. شايفين جبت الدجاج هون. شايفين الدجاج الثاني فوقيها شوفوا. بدي ادير عليهم مي مغلية. هون غطيت انا غطيت الدجاج. شايفين بدي اخليه يستوي استواء كامل. هون بنحط ملح عليها. شايفين بلشت تغلي. وهون فلفل بس ما بدي احط عليها اشي ثاني فقط لا غير. هيا بلشت تغلي. انا كنت بدي اخليها اخذ الصوص واحطه على الرز بس اجتني فكرة مباشرة احط الرز فوقيها واستغل الوقت. شايفين هاي بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما يستووها. شايفين عليها ملح وعليها فلفل.